عرسال واحدة من المدن المرتفعة في منطقة وادي البقاع بشرق لبنان، وهي موطن لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين. إن طقس الشتاء القاسي يجعل من الحياة الصعبة أصلاً غير محتملة. في المناطق المرتفعة مثل عرسال، هناك أكثر من 10,000 لاجئ يعيشون في خيام مهلهلة ليست مجهزة لمثل هذا النوع من الطقس. ما نقوم به هو توزيع أعمدة خشبية والمعدات لحماية اللاجئين، خاصة الذين يعيشون في خيام للحماية من الشتاء، وتوفير بعض الدفء في هذا الطقس. 600 عائلة سينتفعون من توزيع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. اليوم استلم الدليل موقداً وأغطياً ووقوداً وطعاماً. قبل شهر واحد فقط ولدت دليل طفلتها الثانية، هي الآن وحيدة مع طفلتين ولا يزال زوجها في موطنه سوريا. جوزي إلي شهرين ما يعني طلعت من سوريا، ما بعرف من شهرين ما بعرف عنه شيء، ولا هو إنه ما بعرف إنه إذا بيعرف مكاننا أو لا. خلفت بنتي صغيرة وما كان موجود، ما بعرف كمان إذا عرف إنه ولدت أو لا. تعيش دليل هنا مع عائلتين وتشارك الغرفة مع 10 أشخاص، مما يجعل الظروف المعيشية ضيقة، وهم غالباً ما يجتمعون معاً للحفاظ على الدفء. رغم أن عرسال هي مدينة صغيرة بما يربو على 35,000 شخص، وفي مثال رائع للتضامن فتحت أبوابها لنحو 21,000 سوري من اللاجئين منتشرون على مدى الأرض، بعضهم يعيش مع العائلات المضيفة وآخرون في ملاجئ وخيام في المستوطنات القريبة. وتستمر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركاؤها في مساعدة تلك العائلات اللاجئة في أنحاء لبنان لمن هم في أمس الحاجة.